اول سؤال كان من احمد الشيخ بيقول: تتوقع ايه الصفقات او المراكز اللي محتاجها الزمالك عشان يقدر ينافس الموسم المقبل؟ طيب انا كان صديقي علي طه اسماعيل كان عمل لايف كده حلو جدا على صفحة فيسبوك عنده، وكان اتكلم فيها عن الايكو سيستم اللي اتعمل في الاهلي في الفترة اللي اشتغل فيها حسام غالي مع محمد فضل مع علي طه اسماعيل مع محمود سليم. الرباعي ده اشتغلوا على ان هم يكونوا وحدة رياضية داخل النادي ويكونوا وحدة تاخد قرارات بناء على اللي ما يملكه اللاعبين او ما يملكه النادي من لاعبين. اللعيبة بتتحط بمراكزها على حسب خطة اللعب المفضلة للمدير الفني، وبيتحط جنبها معدل الاعمار بحيث انك تشوف لو في لعيب صغير في السن واعد يستحق ان هو يتدرج لخطوة لفوق ولا لا. بتتكلم على ان لو في مركز ابتدى يبقى في جرس انذار ان السن هنا ابتدى يرتفع، او في لو في مركز فيه عدد من اللاعبين الناقصين. لو طبقنا ده، وده السيستم اللي بالمناسبة بيتطبق في اغلب وبيطبق يعني بقى بشكل مبسط كده في معظم أندية العالم. السيستم ده كمان انت بتحط معاه اللعيبة اللي في السوق الخارجيين، بتحط لهم نظام، بتحط اللعيب الذي يستطيع الإضافة لفريقك فورا بتحط له درجة، زي كأنك مثلا بتدي له ألف كود، به اللعيب اللي ممكن يفيدك مستقبلا حط عينك عليه، جيم اللعيب اللي المفترض اللي ممكن يجي لك وهو لسه صغير في السن وتخرجه بره الاعراض لاكتساب الموهبه. انا بدي مثل بالمناسبه، ده مش اللي بيحصل بالظبط في النادي بس انا بدي مثلا، دي تصنيفه ممكن تتم. دال ده اللعيب اللي المفترض انك تبعد عنه من اللاعبين اللي موجودين. ليه تبعد عنه؟ ده معناها انه ده لعيب مثلا ما بيعرفش يتصرف تحت ضغط جماهيري، لعيب ما بيعرفش، ما عندوش استقرار، لعيب وضعه النفسي غير مستقر او التزامه غير جيد، لعيب عنده مشاكل في اللياقه البدنيه او في الاصابات المتتاليه، لعيب ما بيعرفش يلعب في المساحات الضيقه على سبيل المثال، والنادي الاهلي او النادي الزمالك او الانديه الكبرى بتحتاج لاعبين يعرفوا يتصرفوا في المساحات الاضيق. فدي كلها حاجات انت بتحطها واعتبارات بتحطها، فبيبقى عندك سوق الانتقالات كله متمرك، كل لعيب عليه مارك، فبالتالي تقدر تشوف اللعيبة اللي انت تقدر فعلا تستفيد منهم لما تبتدي يبقى عندك من المدرب احتياجات. فاحنا لو لعبنا الدور ده وبصينا على قائمة الزمالك على سبيل المثال، بما انك سألت على الزمالك وممكن كمان نتكلم عن الاهلي لاحقا، فانت عندك على سبيل المثال محمد صبحي 24، محمد عواد 31، محمد نديم 22، سيد عطية 22، اربع حراس مرمى في معدل عمر جيد جدا. وبالتالي انت بتتكلم في ان انا هنا ممكن ما ادعمش بشرط ان انا يكون عندي بوضوح رقم واحد ورقم اتنين وشايف مستقبلهم بالنسبة للمدير الفني بتطوراتهم، لان انا لو هبص على مستوياتهم دلوقتي انا طبعا محتاج حارس مرمى اساسي. لكن اللي انت ما بتشوفوش اللي المدرب هو اللي بيشوفه، ان اللعيب الفلاني عنده التزام جيد وناقصه واحد اتنين تلاتة، لو تعلمهم هيقدر ينجح. بس في مدرب تاني ممكن يشوف ان اللعيب ده مش هيتعلم الحاجات دي في خلال سنة، فبالتالي يبقى ما ينفعش يكون اساسي، ده هيتحط على الدك. مدرب تالت ممكن يبص ويشوف ان الحاجات اللي ناقص الراجل ده هي غير قابله للتطوير، زي السرعه زي المرونه زي الحاجات اللي شبه كده، فبالتالي انت ساعتها بتقيم ان الراجل ده مثلا الحارس ده قصير، انا ما بتعاملش مع حراس قصيرين مثلا كمدرب، وبالتالي انا هنا ببص على التوليفه دي. فانا كاحمد ابص على المنظر ده واقول انا محتاج حارس اساسي، لكن كأسوريو اعتقد ان هو ممكن يطلع من صبحي وعواد حارس اساسي، والتاني يبتدي يشوف اذا كان هينفع يكون البديل بتاعه، ولا انا محتاج اطلع واحد من الاتنين دول واجيب حارس بديل، ولا نديم او السيد عطية يكون عندهم مستقبل جيد. دي كلها حاجات بتاعة المدير الفني. طيب تعالوا ننقل على قلب الدفاع. قلب الدفاع انا عندي محمد عبد الغني دخل في الـ30، فبالتالي انا هنا ببتدي اديله علامة حمراء كده ان خد بالك انت عندك مدافع دخل في الـ30، فالوينش عنده 28 سنة لكن كثير الاصابات، فانا محتاج اقف على التقارير بتاعت عودته من الاصابة واطمن هو امتى هيكون فولي فيت، هيبقى كامل الجاهزية علشان خاطر ابتدي ابص على الموضوع ده. حسام عبد المجيد 22 سنة ممتاز، محمود شبانة 28 سنة، فانا بحط برضو جنبه علامة ان الراجل ده كسر حاجز الـ25 او 27 سنة اللي هو بتوصلنا في البرايم بتاع اللعيب.
فبالتالي من 28 وطالع انا ببتدي قيمك تقييم انك كبديل، هل انت مفيد في عدد المباريات اللي هتلعبها من فترة للتانية، ولا انت كلاعب محتاج استمرارية في المباريات عشان تقدر تديني مردود كويس، ولا انت اصلا غير مناسب للنادي. خدوا بالكم شبانة كلما شارك كلما ظهر بمستوى اقل من المستوى اللي بيظهر بيه لما بيطلع من الزمالك. فانت هنا محتاج تسأل سؤال، هو ده بسبب الضغوط النفسية؟ فابتدي ابقى حاطط في حساباتي ان اللعيب ده بيعاني من ضغوط نفسيه، فيا اما عالجها يا اما ما اقدرش اتعامل معها يبقى لا ما يكملش، ولا الفكره في انه اللعيب ده محتاج استمراريه في عدد المباريات المتتاليه، مش هياخدها في الزمالك بحكم انه 28 سنه، بحكم انه وصل ل 28 سنه وما كانش اساسي في الفترات اللي فاتت في اي نادي، وبالتالي غالبا هو مش هياخدها، فبالتالي هو لا يمكن الاعتماد عليه كبديل، فبالتالي يطلع مره تانية خارج النادي. انا بتكلم معاكم على فكره بشكل عام، ما بتكلمش حتى على اللاعب. مصطفى الزناري 24 سنه، معدل العمر كويس، مدى التطور والقابليه بتاعتها ايه، مدى والميثودولوجي او النظريه اللي المدرب بيبني عليها شغله هو ايه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو الميثودولوجي بتاعتي هي مثلا ان انا فريق بيلعب كره طوليه، كرات طوليه دفاعا وهجوما، فيبقى انا بحتاج اقوى مدافعين واطولهم قامه. لو انا الميثودولوجي بتاعتي النظريه بتاعتي في الكوره ان انا عايز الاستحواذ تبقى اهم شيء في الكوره، فيبقى انا محتاج المدافع بيعمل ايه؟ بيباصي. فيبقى بالتالي هو المدافع ده بيعرف يباصي ولا لا عشان اعرف احكم عليه، لان كل مدافع هو عنده عدد من الصفات، انت بتشوف الاولويه في الصفات بتاعتك بناء على نوعيه الكره اللي عايز تقدمها. فاسوري على سبيل المثال يفضل اللاعب اللي بيجيد الركض بالكره او الاحتفاظ بيها او التمرير الطولي الجيد او التمرير القصير الجيد، صح كده؟ فيبقى مصطفى الزناري بيديني اي حاجه من دول حتى هذه اللحظه؟ لا، بس في التمرينات احنا ما نعرفش، يمكن يكون بيتطور، فبالتالي ما نقدرش نحكم عليه. محمد طارق 21 سنه، ممتاز. انت هنا بتبتدي بقى توصل لمعدلات الاعمار الصغيره، فمعدلات الاعمار الصغيره بتشوف مدى البوتنشال بتاعها ايه، البوتنشال ده اللي هو قابليه التطور. لان مثلا اللي يحكم على ارنولد من اول يوم كمشجع يقول ده ارنولد ده لا يصلح لتمثيل ليفربول، اللي يحكم على ارنولد بعدها بسنتين يقول ده احسن باك يمين في العالم، اللي يحكم على ارنولد بعدها باربع سنين كمشجع يقول ان ارنولد ما بيعرفش يدافع خالص وما عندوش التزام دفاعي. مين صح في التلاتة؟ التلاتة صح، بس هما كانوا تلات مراحل مختلفة في حياة اللاعب تقدرش تقيمها. لا، المرحلة الأولانية مرحلة انه لاعب صاعد واعد، المدرب شايف ان فيه بوتنشال فهو عارف انه هيوصل لانه يكون احسن باك يمين في العالم، فبيديله الزمن على حساب نتائج الفريق وبيحاول يغطي اخطائه قدر الامكان. بنوصل للمرحلة التانية، ان مرحلة النجومية الطاغية اللي فيها ارنولد هو احسن لاعب في العالم، هل هو عنده بقى ثبات انفعالي ويقدر يتعامل مع النجومية دي بشكل عادي ويكمل نجوميه مدى حياته زي كريستيانو رونالدو وميسي والنوعيه دي من النجوم وكافو وداني ألفيش ومالديني والناس دي، ولا هو عنده خلل وبالتالي ما بيقدرش يتعامل مع النجاح، بقى اغنى بكتير ففسدت اخلاقه. فاهم؟ انا بضرب لك مثل حتى بني انساني، يعني بقى بني ادم مغرور لما نجح وبقى احسن لعيب في العالم، بقى اقل رغبه في العمل لانه بالنسبه له انا حققت النجاح بتاعي خلاص، ومش لازم اصحى بدري كل يوم، مش لازم اتمرن واموت نفسي كل يوم. ممكن يكون زي اي انسان في الدنيا عدى بموسم سيء او عدى بمرحله سيئه او عدى بتجربه خارج الملعب سيئه، لان كل الكلام ده بيأثر عليك نفسيا، الحاجات دي كلها اللي بيتابعها المدرب. فاللي يقدر يحكم على محمد طارق، اللي يقدر يحكم على حمدي، اللي يقدر يحكم على حاتم سكر، ده بكل تأكيد هو المدير الفني. لكن في نفس الوقت لما تبص على مثلا مركز الباك اليمين، حمزة المسلوسي عمر جابر، حمزة المسلوسي 30 سنة، عمر جابر 31 سنة، الاثنين ما بيدونيش مردود هجومي كبير، الاثنين ما بيدونيش الاثنين تخطوا 30 سنة، فبالتالي انا هنا عندي علامة خطيرة محتاجة تتحط. ناحية الشمال انا عندي عبد الله جمعة خارج غالبا من الفريق، عندي سيد عبد الله نيمار عنده 23 سنة محتاج احكم عليه بنفس الطريقة اللي انا بحكم عليها، واحمد فتوح زي ما اتفقنا عنده 25 سنة هو اللاعب الاساسي. فانا لو ببص على الشكل العام بتاع خط الظهر هلاقي ان انا بوضوح محتاج قلب دفاع، لان انا ما عنديش غير من اللعيبة اللي انا قادر ان انا محطتش عليها مارك حسام عبد المجيد على سبيل
المثال ومحمد طارق على سبيل المثال، انما انا حطيت مارك على باقي اللاعبين، فانا بالتالي انا محتاج للتركيز على ان انا ابص على المستقبل بتاع حاتم سكر عشان احكم عليه، محتاج ابص على المستقبل بتاع طارق عشان احكم عليه، ومحتاج ادعم بناء على الحاجات اللي انا حطيتها دي بقلب دفاع ناحيه الشمال بلاعب في مركز الظهير الايمن على سبيل المثال. نيجي للوسط، اكبر مشكله عند الزمالك، الزمالك محتاج اتنين لاعبين وسط، بيلعب بدونجا، رؤى، بيسو، عمرو السيسي، دول اللعيبة اللي اتبقوا في القايمة، واحد اتنين تلاتة اربعة، اربع لعيبة اتبقوا في القايمة، انا بلعب باتنين واتنين قاعدين لهم على الدكة، ولا واحد من دول اساسي. يعني دونجا يصنف اقرب واحد فيهم للاساسي، عنده 27 سنة فهو جيد، رؤى 30 سنة فيتحط جنبه مارك، محمد حسام بيسو 22 سنة هو لسه لاعب واعد يتحط تحته مارك علشان خاطر ابص على مدى تطوره، عمرو السيسي 29 سنة فهو اوريدي داخل في مرحلة ال 30 يتحط جنبه مارك على السن. فبيبقى بالتالي انا عندي اتنين كسرين ال 30، الاتنين دول هما ما بيلعبوش اساسيين، رؤى وعمرو السيسي، واحد فيهم قوي في الجهد البدني والتاني قوي في ان هو بيديني 6 من 10 في اغلب حاجات الكورة. في الوقت الحالي ربما احتفظ بيهم على مقاعد البدلاء، بس ساعتها يبقى السؤال بقى هو دونجا ومحمد حسام بيسو هما الاساسيين؟ محمد حسام بيسو بكل تاكيد هو لاعب للمستقبل، فانا لسه ما اقدرش احكم عليه دلوقتي، اللي يحكم عليه اسوريو ومدى تطوره واستجابته. فبالتالي يبقى انا بكل تاكيد محتاج صفقه هنا، صفقه لنجم اساسي في مرحله عمريه صغيره، لان انا عندي اتنين عندهم 30 سنه، وهكذا هي الامور دايما بتتقاس كده. مصطفى شلبي ناحيه الشمال، ابراهيم انداي ناحيه الشمال، اتنين عندهم 28 و25 سنه، زيزو في قلب الملعب هو وشيكابالا، زيزو 27 سنه فتمام، شيكابالا 37 سنه فبكل تاكيد عليه مارك، وبالتالي انا محتاج حد في المركز تحت راس الحربه. مركز الهجوم انا عندي اتنين بس، سيف الجزيري وناصر المنسي، احيانا بلعب باتنين فراوده، فبكل تاكيد محتاج واحد تالت معاهم علشان خاطر يكون على الاقل في واحد على الدكه، اللي التالت ده لازم يكون معدل عمره كويس لان اوريدي سيف الجزيري عنده 30 سنه. ده الشكل اللي انت ممكن تفكر فيه شويه نسبيا، يعني الطلبات الاصليه والاساسيه، غير بقى الفكره بتاعت التفويره بناء على امكانيات المدير الفني.